أحسن الله يا مصاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: فيما نقل له المؤلف رحمه الله عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في قوله أبشر يا عبد الله بالجنة بعد الانتقام، هل الانتقام؟ نعم، بعد الانتقام، لأن من الناس من يبشر بالجنة مطلقا وهو المؤمن الكامل الإيمان، ومنهم من يبشر بالجنة بعد العذاب وهو صاحب الكبيرة، صاحب الكبيرة التي دون الشرك، فهذا قد يعذب في النار لكن مآله إلى الجنة. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.